أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. البداية من صحيفة صوت كردستان، ونقرأ فيها مقالا بعنوان العمالة الأجنبية وبطالة الأيدي العاملة الوطنية للكاتب عبد الخالق الفلاح. يقول فيه: العمالة الأجنبية ظاهرة هجرة مؤقتة أو استقرار دائم ببلد غير مسقط رأس العامل لغرض العمل، بخلاف مصطلحات متقاربة مثل العمالة الوافدة، والتي قد تعني الهجرة للعمل داخل البلد الواحد أو الهجرة بشكل عام، والتي قد تكون للجوء السياسي أو لأسباب إنسانية أخرى. وأصبح الشعور لدى المواطن بالتذمر والقلق النفسي الناجمين عن الغربة في الأوطان، حيث يمكن لمسه بكل وضوح، ولا يمكنها أن تعيد صياغة النسيج المجتمعي بطريقة تحقق للمواطن العراقي الشعور بأنه بين أهله وذويه، وقد تنعكس على الأجيال القادمة من الناحية الثقافية. ويضيف الكاتب: من الواضح أن ثقافتنا اليوم تنتقل إلى أجواء غير عراقية مطلقا، فالأسر العراقية المرموقة أمسى الكتاب لديها أجنبيا، والرسالة أجنبية، والتلفاز أجنبيا، وحتى الحوار مع الإخوان أو الآباء بلكنة أجنبية، وازدادت المصطلحات الغريبة أو الغربية بمفرداتها تدخل في السياق العام في التعامل بين أفراد المجتمع في الكثير من العوائل. بحسب الإحصائيات الدولية، فإن أكثر من 8 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد. وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق أصبح يشكل تهديداً للعديد من القطاعات، بما في ذلك عدم وجود رؤية واضحة للسلطات في العراق لخلق فرص عمل للعمال المحليين، فيما يدفع أكثر من 4.2 مليار دولار سنوياً للعمال الأجانب بالعملة الصعبة التي يتم تهريبها للخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي. ومن البديهيات أن مزاحمة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في سوق العمل وقبولها بمستوى متدن من الأجور يشكل عامل ضغط سلبي نحو انخفاض أجور المواطنين، ويسبب حدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم ظاهرة البطالة والفقر بين المواطنين في ظل ترهل الوظائف الحكومية بالموظفين. وأضحى التضخم الوظيفي واضحا للعيان، وقد زاد الطين بلة أن المواطن حتى في القطاع الخاص لا يجد موطئ قدم لوظيفة تكفي احتياجاته الضرورية، فغالبية أرباب العمل يفضلون اليد العاملة الأجنبية بسبب انخفاض أجورهم. وإلى صحيفة كتابات، التي نشرت مقالا بعنوان النائب وهوس الإشباع من المال والسلطة للكاتب عبد الجليل الزبيدي. يقول فيه: يتجه مجلس النواب نحو تعديل النظام الداخلي لعمل المجلس، وأيضا تعديل سلم رواتب النواب. وبحسب المعلن، فإن الراتب الأسمى لعضو المجلس هو 4 ملايين دينار، مع احتساب المخصصات ليصل الراتب الصافي ما بين 7 إلى 12 مليون دينار. لكن المحاولات الجارية وعبر جلسات سرية تهدف لإعادة الراتب الأسمى إلى 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى احتساب الشهادات الأكاديمية، ليصل راتب النائب الحاصل على شهادة الدكتوراه إلى 20 مليونا، وراتب النائب الحائز على شهادة الثانوية إلى 11 مليونا. والمجلس يقترح تخصيص حماية أمنية دائمة للنائب حتى بعد انقضاء مهام عمله. وبالإضافة إلى الراتب، فهناك مبالغ أخرى تصرف له شهريا، ومنها مبلغ 25 مليون للسائقين وأفراد الحماية، و3 ملايين صرفيات الوقود وتصليح العجلات، و2 مليونان للضيافة.
عدد كبير من النواب يستلم هذه المبالغ كاملة ولا يصرف منها فلسا واحدا داخل العراق. أما فيما يتعلق بتخصيص حماية لما بعد تقاعد النواب أو انتهاء الدورة النيابية، هو مقترح تشوبه الكثير من الشبهات ولا حاجة له، لا سيما وأن ثلاثة أرباع الأعضاء لا أحد يعرفهم إلا إذا تولدت لديهم مشكلات اجتماعية وعشائرية بسبب أفعالهم وتصرفاتهم غير الاجتماعية وغير القانونية. ويضيف الكاتب أن تخصيص حمايات شخصية لما بعد انتهاء المسؤولية هو عمل شائن ومخل بالآداب الاجتماعية والأعراف، فضلاً عن كونه يسهم في ظاهرة عسكرة الشارع ويفضي إلى استنزاف أموال الشعب والدولة، واحتمال أن مقترح حماية الشخصية بعد الخدمة يتأتى من إحساس لدى الكثيرين ممن هم أعضاء حاليون وسابقون بأنهم يفتقدون بريق السلطة بعد أن تنتهي مسؤولياتهم النيابية، ولذلك فهم بحاجة إلى أجواء سلطة حتى بعد أن يعودوا أفرادا عاديين، فهم لا يريدون أن ينزلوا إلى مستوى الأنبياء. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ونقرأ في صحيفة عربي 41 التي نشرت مقالا بعنوان: كل هذه المقايضات لفرض تعديل هذا القانون العراقي، للكاتبة ولاء سعيد السامرائي، تقول فيه: للمرة الرابعة يطرح نواب حكومة المنطقة الخضراء الطائفيون في بغداد تعديلا لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ليواجه بموجة من التظاهرات الرافضة لتمرير تعديلات تسيء للمرأة والأطفال والعائلة والمجتمع العراقي بأكمله. ومن أكثر هذه التظاهرات أهمية تلك التي خرجت في النجف وضمت عشرات النساء اللواتي هتفن كلا لزواج المتعة وكلا لتزويج القاصرات، فتصدى لهن أتباع نور المالكي والإطار التنسيقي والمرتشون من رجال العشائر، بينما يغمض هؤلاء أعينهم عن مئات وكالات زواج المتعة ونشر المخدرات الواسع والتي وصلت إلى المدارس الابتدائية، ولم ينطقوا بكلمة واحدة عن معاناة ملايين الشباب العاطلين، بينما يتبارى ويتباهى السياسيون بامتلاك المليارات بفضل الفساد والتواطؤ مع المحتلين. التعديلات التي ترفض للمرة الرابعة منذ تنصيب هذه الأحزاب لحكم العراق التي يطالب بها بعض النواب تخص تشريع تزويج القاصرات وتشريع زواج المتعة والزواج من دون موافقة ولي الأمر وإلغاء نفقة المطلقة وإلغاء الحضانة عنها وحرمان الزوجة الأرملة من الميراث، في حين أن القانون الحالي يشترط في إتمام أهلية الزواج العقل وإكمال سن 18 عاماً، وهو مرن في تشريعات الحضانة والنفقة التي يفصل فيها بعقلانية، مستوحياً نصوص القوانين لمصلحة الأطفال أولاً. إن هذه التشريعات التي تحاول هذه الشلة الانقلاب عليها ليست تشريعات إلحادية ولا شيوعية ولا بعثية كما صرح رشيد الحسيني الذي جمع وراءه ثلة من طلاب الحوزة التابعين لأحزاب المنطقة الخضراء من الذين لا يفقهون في القانون ليتهجم ويسب أبناء الشعب العراقي الذين خرجوا في تظاهرات رافضين تعديلات القانون ويصفهم بأبناء السفارات والفاسدين والفاسدات، كما تم وصف ثوار تشرين سابقاً الذين خرجوا يهتفون نريد وطناً، بينما يتمتع هو وأمثاله من تجار الدين بخيرات الشعب العراقي وأمواله من دون حساب. وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالاً بعنوان: ليس لوجه الله ولا لوجه السودان، للكاتب سليمان جودة، جاء فيه: لم يبالغ سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي عندما قال وهو يزور الخرطوم السنة الماضية إن الغرب يلاحق بلاده حيث ذهبت، وإن الدليل على ذلك أنه وجد 6 مبعوثين غربيين يزورون العاصمة السودانية بالتزامن مع زيارته. إنني كلما قرأت شيئا جديدا عن مسعى أمريكي لوقف الحرب في السودان تذكرت ما قاله لافروف خلال زيارته، وقد كان وهو يقول ذلك يلخص حالة من التكالب على السودان من جانب أطراف عديدة إقليمية ودولية، وكان ينبه إلى أن لدى كل طرف ما يدفعه بالضرورة إلى أن يكون له موطئ قدم في الملعب السوداني، ولا يمكن فهم هذا الاهتمام الأمريكي المفاجئ بوقف الحرب في السودان إلا في
الإطار الذي تكلم فيه وزير الخارجية الروسي ذات مرة. وإلا بالعودة إلى الوراء قليلا، لعلنا نرى المشهد بشيء من تفاصيله في عمومه ومجمله. في الشهر قبل الماضي كان جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني قد ذهب لزيارة العاصمة الروسية موسكو، وكان قد أعلن من هناك أن بلاده لا تمانع في حصول روسيا على منفذ بحري فوق الشواطئ السودانية على البحر الأحمر، وقد كان يعرف بالطبع أن هذا لن يسعد الأمريكيين، فبادر إلى القول بأن حكومته لن ترى مانعاً أيضاً في أن يحصل الأمريكيون على منفذ مماثل إذا أحبوا ذلك أو رغبوا فيه. ولا أحد يعرف ما إذا كان ذلك قد طمأن الإدارة في بلاد العم سام بما يكفي أم لا، ولكن المؤكد أن التعاون السوداني الروسي على هذا المستوى قد أثار قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنها قررت أن تكون أشد حضوراً في القضية السودانية وأن تعمل منذ تلك اللحظة على قطع الطريق على الروس بكل طاقة ممكنة. ولم يكن الروس وحدهم هم الذين أثاروا شهية الأمريكيين تجاه السودان، وإنما دخل الإيرانيون على الخط، فاكتملت الأسباب لدفع الأمريكيين إلى سرعة التحرك أو كادت. ومن هنا وجه وزير الخارجية الأمريكي الدعوة إلى الحكومة السودانية لتلتقي في جنيف على طاولة واحدة مع ممثلين عن قوات الدعم السريع. فالنشاط الذي اعترى الدبلوماسية الأمريكية في القضية السودانية ليس لوجه الله ولا حتى لوجه السودان مجرداً، ولكنه نشاط يحاصر التسلل الروسي مرة ويقطع الطريق على زحف حكومة إيران مرة أخرى. وننتقل بكم إلى موقع قناة الرافدين الذي نشر مقالاً بعنوان حدود المأزق الأمريكي مع إيران للكاتب طلعت رميح. جاء في المقال: تظل تجربة الولايات المتحدة في توظيف إيران في داخل خطط استراتيجيتها العليا واحدة من أهم وأعقد حالات التوظيف الاستراتيجي التي شهدها العالم. فالولايات المتحدة تريد لإيران أن تكون قوية حتى تنفذ وظيفتها الاستراتيجية، وهي من منحتها كل الدعم لاحتلال وتفكيك وتخريب 3 دول عربية. وفي ذلك انتقلت الولايات المتحدة من توظيف حكم الشاه في تخويف دول الخليج لتظل بحاجة للدعم الأمريكي إلى توظيف إيران كقوة احتلال. ومن هنا بدأ المأزق الأمريكي. ففي طبيعة نظام ولاية الفقيه القائم على تلك الحالة من الغوغائية والشعبوية، فضلا عن الطائفية والشعارات التي رفعها، خاصة شعار بناء إمبراطورية فارسية وطبيعة المهام التي أنيطت به، إذ تحول دوره من التخويف إلى التغلغل في المجتمعات الأخرى وبناء الميليشيات وإيصال السلاح والدخول في أعمال قتل وقتال والقيام بحالات تغيير سكاني قد جعلت من عملية توظيفه حالة معقدة للغاية. تجد الولايات المتحدة نفسها طوال الوقت في حالة انشغال باعتماد أنماط معقدة من التكتيكات لإبقاء الحكم في إيران ضمن حدود ما خططت له ورتبته الولايات المتحدة، وهي خطط قد تتخطى حدود عقل بعض المنفذين أنفسهم في بعض الحالات، وفي توظيف حالة إيران الشعبوية والمنفلتة من عقالها في تجارب تفكيك الدول العربية الإسلامية. يظهر من حين وآخر من يتصور أن ما يسمعه حقيقي، سواء شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل أو شعارات تحرير القدس أو أن إيران تدعو لوحدة العالم الإسلامي، دون إدراك أن كل تلك الشعارات هي للتغطية على الدور الاستراتيجي الإيراني داخل الاستراتيجية العليا الأمريكية التي توظف إيران كمشروع فرعي لبقاء وتطوير خطط تمكين الكيان الصهيوني ولإجهاض قدرات ومقدرات الدول الإسلامية ومشروعها الحضاري. هنا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ضبط البوصلة والاستمرار توظيف القدرات والطاقات الإيرانية، وفي ذلك قد يكفي في بعض الأحيان إحداث اهتزازات في المجتمع أو إثارة الارتباك بين مكونات النظام أو تخويف المجتمع أو الإحاطة بمن يخرج عن الخطوط المرسومة. والآن إلى فقرة الكاريكاتير.
أعلام عراقية صنعوا فأبدعوا وبرعوا فأقنعوا. مجالات ريادية صنعت الحياة في الطب والهندسة، الفن والتاريخ، الاكتشاف والمعرفة. نطرق بابها ونفتح كتابها. وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور يتحدث عن تصريح لرئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، والذي تحدث فيه عن أن لحوم الأضاحي التي تم ذبحها خلال عيد الأضحى بطبيعة الحال وتم تعبئتها وحفظها بمخازن مبردة في مصر، قد تم إيصالها إلى غزة. وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، حيث أعرب أرباش عن سعادته لإيصال لحوم الأضاحي التي عهد لهم إياها الشعب التركي إلى شعب غزة المظلوم الذي يكافح تحت هجمات الاحتلال الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية. والآن نبقى وإياكم مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ها هو ابنكم المدلل العدو الصهيوني، كل يوم يجرم تحت أعينكم. أين هي منظماتكم التي كانت تدخل كل يوم على السجون؟ اليوم لا يوجد لا صليب أحمر ولا أي منظمة دولية تدخل وتنقل معاناة أسرانا. نطالب العالم كله بالعمل سريعا لإخراج أسرانا من هذا العذابات وأن يرفعوا هذا الظلم عنه. هناك عذاب ممنهج، هناك تركيز على قيادات الأسرى لقتلهم بطريقة بطيئة، هناك كل يوم تجويع للأسرى. توقفت كل الميزات التي كانوا يأخذونها، وهي أصلا ميزات لا تذكر. لا يوجد طعام، لا يوجد ماء نقي، لا يوجد أي وسائل للحياة، لا توجد ملابس، لا توجد فراش. الأسرى الأصل أن يكون بناء على المواثيق الدولية في كل غرفة فقط 6 أسرى. اليوم الغرفة تحتوي على 20 أسير. هذا ظلم، ونطالب العالم كله بالإسراع إلى رفع الظلم عن إخواننا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.